دقيقه اسمع امر هذه حلو رجعوا رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، ليوجدكم مقطع جديد اليوم جاي لكم ما واليوم اي محمد فيروس ريان او ريانز. يا هلا بالشباب. لا خلاص خلاص لا تطق والله بموت موت والله بموت. لا اصيده ما باليوم 25 ليفل يقول انجوي 25 ليفلز اوف ريج هي اللي هو العصبيه صح ريج يب يقول انك تعصب من 25 ليفل هذه، فراح نشوف يعني ريان ومحمد يعني معروفين اذا لعبوا معي ما يصون ابد حبيبي. مشكل مثل الكلام هذا صار معك مستر باركور. شوف اول محاوله بس قبل ما نبدا لا تنسون كود شوف بي اس ال، وشكرا لكل المتسبين وقناتي حقت رياكشن تحت في الديسكربشن. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل ما اشترك سواء هذه القناه ولا القناه الثانيه. خلونا نبدا في الماء. بسم الله. هذا وش هذا؟ والله يوتر. اوكي ايش النصب والاحتيال هذا؟ اور لك العيال شوف الحمد لله وصلت والله. سلومك قلت لي اوقف النص. طيب الحين وش تسوى بالضبط عشان يوصلك زي كذا؟ انا وقفني على الطرف مره دقيقه اسمع امر هي على من هذه حلو رجعوا لا على طول لما انت مدرعم على هذه. ايوه اه عندنا خلاص حبيبي انا اختصر من الليفلات والله يسلمك لك بس ما يدري انه ما يدري انه ايش ما يدري انه ما يدري انه يموت والله. ايش فين ايش فين؟ اوكي يا اخي النور حقه اذا يا ايش فيكم يا عيال؟ يا اخي احسبها انه بعيده بس انه هي قريبه. يلا انا بنتظركم. ها اعطى نطه قويه حلو بس عليك ريان نوب. ايوه ريان روح يا ريان. يلا يا ريان يا الله خلنا نوقف هنا عشان ما يجي. لا بالله اخر والله انقهر والله بصيح اقسم بالله هذا ايش فين اروح؟ حلو متنا. دقيقة فين اروح بعدين؟ انا اقول شكله كذا يو يا عيال اقسم بالله خش في الدائرة الله العظيم العقل المدبر يا عيال رجعه يا عيال وش ذا الوضع داعس على طول. هذه 2000 يا عيال. محمد ترى اخرتنا الله يعطيك العافية. يا توي ثالث موتة دوبه يوصل نصاب. وقف هد هنا هد قلت لك هد بس اللي بعده. طيب يمديك تستخدم من فوق صح؟ يب بس انه غش يعني ما انا ما نحب الغش. الغش من الايماء. لا قبل ما تروح في هذا حق السرعه اضغط انقز خلاص انقز وامشي سيده. اوه هذه اللي وصلت لها قبل شويه انا. اصبر يا اوكي لازم المس الكفر اللي بعده صح؟ يب انا ما لمسته وما مت عادي اكمل وصلت الليفل اللي بعده. والله وصلت الليفل اللي بعده. هذا كفو اصبر ما انتظرني محمد الله يعطيك العافيه. محمد احس بيطول يا محمد. اوكي يا عيال اتحمل. طيب انا مو الو يا عيال خلصته؟ لا ما خلصته يرجعك ورا يا قلبي. خلصته مسك بوينت الله يعطيك العافيه. جنبي انتظر بس سيده بس ايزي تحمس. انا خليني ادرع على قدام. عادي يا اخي. اوكي لازم ناخذ البطاطس. والله الماب ممتع قسم بالله. الله تكفى وصلني يا عيال. يكذب ذا يكذب يا عيال. اذا تنقزون على الكفرات لا تنقز على نهايه كل شيء يا عيال. لحظه لا تلقلق. الله جي جي يا عيال. الله عليك يا عيال روح. اخذ حلو ترجعني. الو رجعوا شفت؟ لا تضغط سبيد تضغط سبيس قصدي. اوكي والله حلوه والله جميله. بسم الله بس وصلنا يا رب يا كريم. ووب حلو
في حركة ثانية. شوف شوف سلوم. لا سلوم شوف. هذه أفضل حركة. يب أنا وقفت عشان. أكبر. أنا وقفت وجبت العيد. والله صارت سهلة يا عيال، كلها اصلا نطوها نطة واحدة كلها. يب 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 دهلي. لا توقفون ابد. محمد يا شغل هذا. الله اكبر. سوى كل شيء اخر شيء. نرى هنا محمد يموت ايضا. ونرى هنا يموت. لا ترى الله لا. طيب عطى عطى لحظة هنا عطى لحظة. محمد نط على اليسار. شفت؟ اجي كذا. ايوه. بس اللي بعده يا اخي من اول يا اخي. شو مستوى التعبان هذا يا ريان؟ القم يا هطف يا بكسل. ها ها ويو. علمني سلم هذا اسحب. انت تذكر كلام يا ريان محمد؟ تذكر كلام يا قال صعب عليك انت؟ اي تشوف. لا خلني خلني انا عشان ما اتاخر. ما رسبنك ما رسبنك ما رسبن. اوه خلصت الماب يا عيال، خلصت الراوند يا الله يا عيال. عيال ترسبن يا عيال. سكيب ليفل سكيب ليفل. والله سكيب ليفل والله ما يطلع. الله ياخذ ليسا. كنا قام يغلط على ريان. تكفى. ها وش ذا يا عيال؟ يا الله تكمل هنا. وات ها وش فيه؟ انتوا فوق. الو طيب وين نروح يا اخ؟ والله شوف يعني اها عكسها من ذي الجهه ولا من ذيك الجهه؟ اقول كذا لا مخر. يوديك يوديك على التليفون. شفت كيف؟ يمديك حلو يا بيم. الله يزيلك. رجعه سطح تسطح. هل القم انت يا حنا نط من فوق واصقع في الجدار انا. وصل لي ريان. ايزي باي. مو باصل الله يداري. الله اقهر اقهر ريان كذا. ابلع يا هاطف يا بكسل. حلو ما ينقز يا عيال. اوه يا عيال الاخيره صايره ترى فلازم تنط على نهايه 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 باذن الله. حطيه دقيقه يا عيال. فوكس فوكس فوكس. اوكي اوكي. لا لا ما في فوكس. فوكس باقي الاخيره باقي الاخيره اللي قبل الاخيره قصدي الحين الاخيره. الله يصيبها. انا وراك ترى. كفو كفو فايروس. وحش وحش وحش. الله الله اكبر. يا بمشي يا عيال. في سكيب ليفل؟ لا والله في ليفل سكيب. يب يرسن وين؟ لا اشوف اشوف. لا تكفى. الله خلاص خلصتها. سحب علينا يا عيال. امشي ولا لا انتظر. سلوم ما باتك ترى تجيب القرحه وتجيب القولون وتجيب المغص وتجيب الوسيم. انا استرى امي انك كذا. لازم تلمس الارضيه هنا فهمت؟ لا اتوقع تعرف الحركه اللي تدبل سبيس وانت نازل بالجلايدر عشان ينط نط بعيده. لا 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 والله العظيم بغيت اجيبها. اتوقع انه صح علي. والله ايزي والله تقدر. وصخ اصدمني قلت بتجيبها. لو هلا اخر واحد يقطع بطيقة. الله يا شيخ اخيرا 16. اوه ماي جاد. اوف لا سقعت فيها. اوكي وصلت لي بعدها. بعدين هذه لين تختفي. اصلا خلها تختفي. ها اقسم بالله جاني لاك. تكفى. الله تموت اجل. ها سري سري اوكي سري. والله العظيم صارت سهله يا ريان. والله صارت سهله. اول ما تختفي راح نط. خليك في النص في نص البلوك اللي انت فيه وهم سيده ونط.
يا ربي الضغط. خلاص اللي بعدها. ايه شوف خلاص اللي بعدها وانا لسه احفل. الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله تكفى. خلصت؟ 19 ريان انا اسف بس ما وقفت. والله على طول مت. ذا تعبني والله ذا تعبني. والله ما بقسم بالله يا عيال ان 25 ليفل ترفع القولون والضغط وكل شيء. هذه كلها قريب من بعض. طيب هذا قريب وهذا قريب. يا ساتر يا اخي مطول ام الاشياء ليش؟ تكفى 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 باقي ثنتين باقي ثنتين باقي ثنتين الاخيره الاخيره 20. الله يا ساتر وش ذي؟ وش ذي عيال؟ ما تنط؟ باركار ذي ولا وش؟ والله لو تصير واحده فيها تنط ان ايه والله لو تصير واحده فيها نطه انا عاد ازعل. يا ساتر اللي بعده هذه كلها قريبة لا تكون فيها نطة. بك ثنتين تكفى لا تصير نطتك. الحمد لله يا رب. 20 21 هذا وش؟ اوكي نطلق على ازرق يعني. الله الليفل يمين بالله جامد. وش الليفلات الزينة؟ 23 ريان انا احفر انا هنا احفر. والله ليفلات يمين بالله زينه. وش ذا ليش ما يحطه في يا الله. 24 بعد 24 24 تكفى. والله نطيت والله. اوكي 24 اخر ليفل. هذا وشو كذا بس؟ ايزي يا رجال تكفى. قل لي بس افخ اختك. اما البلوك ينكسر حاطه وش فخاخ فيها طيحه يعني ينط يعني. انا اعلم خلع لك يا شيخ. القم القم القم. ها امزح. هاي وش ليفل 25 يا ساتر. اخر ليفل ريان اخر ليفل. هذا وش هذا يا اخي؟ شلون اضغط اس و دبليو او اس و اي؟ قولون قاعد يطلع اصوات. جي جي اخيرا يا شيخ اخيرا. اقسم بالله تعبني. جبحة اطلامات وديسكو صايمين رمضان. عنا رمضان عموما. بس كم مقطع اليوم؟ وانا طيب بعيد. انت بعيد عاد ايش تسوي فيك؟ ليفل 15 الحين. عموما بس كم مقطع اليوم. شكرا انكم تحملتوا انكم تشوفون هذا المقطع اللي يرفع الضغط وانه رفع ضغطنا صراحه. والشباب ما لهم صراحه لو طلعوا من البدايه بس عاد ايش نسوي بعد؟ لا تنسون اللايك. تعبنا في ذا الماب. ما شوفوا ما ابغى لايك. اوكي انا قلت لايك بس ما ابغى لايك ولا ابغى احطون كوتشوب ولا شيء. ابغى اشتراك بس. اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين فعلوا زر التنبيهات بس. شكرا لكم على الدعم. اشوفكم على خير.